هذه وقفة احتجاجية لمجموع عمال المؤسسة في زمورة، وهي خاصة بإعادة كرامة العامل في هذه المؤسسة. هذا الصرح راه مبني لأجل أداء خدمة معينة للمواطن في زمورة ولكافة الهيئات والسلطات، لكن في الآونة الأخيرة وما يقارب السنة أصبح العامل في هذه المؤسسة ابتداء من الطبيب إلى آخر عامل اللي هو العساج ولا الشوفير يعاني تهميش، يعاني إقصاء، يعاني إهانة. ظروف العمل تاع العامل هنا في هذه المؤسسة غير لائقة البتة، تجيبها من الطبيب إلى الممرض إلى السائق. من بين الانشغالات اللي ندوها لهذه الفئة من العمال تعاد لهم كرامتهم وتعاد لهم شخصيتهم وهيبتهم، لأن هذا الصرح راه فيه ما يقارب 70% من ليزاتياس، ولولا رحمة الأطباء بهم لا كوفرتير ميديكو تكنيك، المواطن في هذه الدائرة ما يلحقش على برا، ما يلحقش على بونسمون، والطبيب راه مريسكي بروحه وراه يكوفري بهذا الأتياس ويكوفريه كوفرتير ميديكال كومبليت باه يطيق يأدي خدمة طبية لهذا الناس في الدائرة هذه. إلا أنه هذا العامل راه يعاني الإقصاء، الإهانة، التحويل التعسفي، المستحقات تاعو ما تلحقوش في الوقت نتاعها، كاين جماعة اللي راهم هنا يزيد عن السنة مازال ما تلقاش الراتب تاعه. هذا وناهيك عن التوبيخات والإنذارات والتهديدات، مرة بالطرد، مرة بالتحويل التعسفي، مرة بالتوقيف، مرة بلا سسبونسيون. غادي نعطي لخويا مثال، أنا بصفتي كرئيس مصلحة خدمت 15 سنة في غليزان، ما لحقنيش نصف كلمة، جيت لهنا الزمورة راني في 5 ولا 6 تاع الإنذارات وتاع لي كاستيونير. العامل هنا خاصة مساعدة، خاصة تشجيع، خاصة تحفيز باه يأدي الخدمة نتاعو. هادو الأغلبية تاعهم ديزاتياس، خاصهم تأهيل وخاصهم متابعة وخاصهم عناية وخاصهم مختصين، بارك الله فيك، خاصهم أن نكادرومو بصفة دائمة، ما خاصهاش الإقصاء والتهميش والحكرة والتحويل التعسفي والإهانة في شخصيته في ذاته، لأنه احنا خاصنا هذه الفئة هذه راهي رايحة تترقى من القدام، تولي إطارات، تولي رؤساء مصالح، تولي هي القيادة. دروك هذه الفئة اللي راهي مهمشة وراهي مقصية وراهي محقورة، شبغيتها من القدام تولي صبروا وتحدى كما يقول لك تجاوزوا الخطوط الحمراء تاع الصبر. بارك الله فيك. ناشدنا مسؤولين، ناشدنا رانا في عام نكتبوا، في عام نوصلوا في بيانات تاعنا، كاش ما سمناش تسمع عنا، حتى ان الطغيان ولا الطغيان عند الاداره تاعنا، ما انا ما استعرفت بواحد، انا الفوق، انا السلطه، ما كان السلطه فوقنا، ما كان والي، ما كان دي اس بي، ما كاش راه يشوف امور يبين على العام. تدخل الداخل اخر حاجه قال لك رانا خايفين من الدخول الاجتماعي، الدخول الاجتماعي تاع الدراري الصغار يستحق جروباج، جروباج ما عنديش دراري صغار، راني في طروما ما عنديش لي زاناليز، انا نعاير، انا الشعب يعايرني، قلت له انا نوقف له في الباب، هو راقد في بلاصته، كي نصيب انا واحد خدام عنده عام، عام هو يخدم، فوت رمضان، فوت كسموها، دراهمو ما لحقاتوش، وزيد تاية تخرجها من الزمورة تميتيه، تقيسها في واد سلام، مين يجيب هذا؟ مين يصرف؟ كي راك باغيه ما يقنطش، يقنط ويطرطق وما يطيش، وراه قيمته هنا اصلا كخدام. العام مطلب تاعنا حنايا. نلاجئ السلطات العليا بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانسيابات اللي عندنا في الاداره تاعنا هنايا. رد الاعتبار والكرامه لكامل عمال الصحه اللي راهم هنايا، باسكو عمال الصحه ولا كي هو كي الشيفونا الا كان صح الانصح القول كيما هكا. عنده ورقه كيما توصيل المستحقات، حقوق الموظفين الجدد اللي عندهم ما يقارب 13 شهر ما با ما عندوش، ما لحق، هذا حقه، ميزانيه كاينه، الدراهم كاينين، اسباب بقى مجهوله، على ما خلص في 13 شهر، إذا كان قانون يمنعه، وإذا كان قانون يخليه 13 شهر ما شهر ما خلصش، وراكم تعرف التدهور المعيشي اللي رانا فيه، تدهور الحاله الاجتماعيه اللي راه عايني بها كامل الشعب الجزائري، فيما يخص انه يسكن في واد سلام بعيد على زموره 45 كيلو، ويجي يخدم في زموره وما عندوش 1000، مين يجيب؟ يبقى بويا توجور يصرف عليه.
حنا موظفين في 11 اكتوبر 2020 لحد الساعه مازال ما لقيناش مستحقات تاعنا 11 شهر. دير حسابك اللي يسكن هنايا ويروح يخدم في 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 مندس ولا يسكن هنا يخدم في العمامره، دير حسابك عامين هو يخرج من جيبه، زيد عام وداخر تاع خدام تخدم من 8 الى 4 ولا من 4 الى 8 تاع الصباح ما عندكش ثاني 1000 في جيبك، بزاف شتا تاكل وشتا تشرب. زيد نهضروا حاجه واخرى، هذه المطالب شو السبب اللي ما خلطوكمش على الحشرات؟ السبب سبب مجهول، ماناش عارف اش كاين غير لسان اداري. هل الاموال متوفره؟ احنا ما نعرف، ماناش عارفين متوفره بصح الاسم بصح الاسم على بس يا اخي. يا اخي احنا دفعه واحده مع غليزه مع يلن مع وديرهم مع جديويه مع مازونه كاع خلصوا. حنايا هنا في زموره ماناش فاهمين اش كاين، حنايا الجدد ماناش خالصين ماناش عارف اش كاين. زدوا مفهوم امور اخرى ولي كاين لك العياده متعدد الخدمات من داس راديو راه في عامين جروباج تالي باش يدير غير نكوى غير بطاقه تعريف بيومتريه غير زمره ما عندهاش باش يدير له غير اكتيف ولا مع على بالش عندهم. ما كانش شومبره تاع الومه نرقدوا حنا وما نبدلوا صباح الله اليوم جيت نبدل سط الحمله داخله علينا في الراديو وما نبدلوا وما دايرين واحد الجهه مخصصه سط الحمله داخله وراه معدي لي بريف عندي لي فوتو كاع نسيق ولا نبدل. زيد بزاف صوالح انا متلاقينهم موبيلونس راهي تقريبا مش عارف في 7 شهور ولا 8 شهور نخدموا مع الحمايه بر الحمايه نعيطوا الحمايه روح الحمايه. زيد فاندو ميراش اللي مخرج باقي لا مش عارف شهر خرجت رانا احنا نقو وحنا رانا نسيقوا وحنا الفرامله وكاين ثاني الاخرى طلعوا في الصفحه تاعهم سيبوا مطلعينا باللي احنا خرجوا لابوبال للخدامه تاع البلديه. نزيدك ثاني كاين بزاف صوالح وماناش عارفين وين انت هذه. احنا هنا رانا خدامين في رانا نخدموا المريض ما نحتاجوا حتى حاجه. انا مش نهضرك على المستحقات لان وفر لي اخويا وفر لي. انا المريض مي راه يجي راه يعايرني انا ماشي يعاير حتى مسؤولي يعايرك انت شخصا. انا البارح جا واحد عايرني طوسيون ما تمكاش وين وين نروحوا وين نروحوا بهذه. زين نزيدوا بزاف البارح جاتنا كاين اكسيدو فيها زوج وفيات صباح الليل على 4 تاع الصباح لا نجروا للجمعيه نحوس للجمعيه باش يعطونا باتري باش نوضوا الجروب. واه معليش البلديه كامله راه فيها نقطع الضوء بصح هما كاين جروب في المؤسسه العموميه خاطر علاه مؤسسه عموميه راه تمشى بالتريسيتي والاكسجين جيناتير يتمشى بالتريسيتي. زيدك ثاني مؤخرا الكوفيد نشكروا جمعيه اهل الخير نشكروا اهل جمعيه الاخير اللي دارت مبادره راح تجيب الجيناتير وحطته منا في الجيف الاخر بوليكلينيك من داس فيها واحد ويخرج 5 لتر يعني باللي المريض اذا جاي ديساتيري ما غاديش تطلع له خاطر على هذا الجيناتير تاع 5 تاع لتر ويحتاج اكثر من 15 كان يحتاج 15 لتر كي نديروا والله اعلم. بصفه عامه الاطباء والشباب الطبيين للعياده متعدد الخدمات زموره عندنا مجموعه من المشاكل. اول هذه المشاكل هو احترام المؤسسه اللي ما توفرلكش احترام ما تقدرش تتقدم فيها خدمات. هذا عمل انساني معناتها اذا كان انساني ما يسيبش احترام تاعنا طبيب او شبه طبي او لا ما عندكش رندمو ما عندكش مردوديه اللي تقدم بها. كان عندنا جائحه كورونا يا جماعه شكون اللي واجهها؟ واجهها الاطار الطبي والشبه الطبي والعمال بشوافره وليزاجون لكن من تجي تخدم انت هنا الاولى ما يحترمك ما يحترم القرارات الطبيه تاعك. عندنا اطباء يدي قرار تسيب تدخلوا فيه مصالح رؤساء مصالح غير مؤهلين لهذا المنصب. ثم تجي للمصلحه الاستعجالات اللي هي الركيزه الاساسيه تاع المؤسسه ما عندهاش ادويه ولا الطالب تقول بلي انا ما عنديش كون نسمي لك تسمع العجب. معناتها جائحه كورونا باش نواجهوها جماعه ماشي بالوعود نواجهوها بالتكوين نواجهوها بالتوفير الوسائل بالاحترام بالتكاتف نخدموا كاع جماعه. يا جماعه حنايا رانا باغيين نعيشوا عائله انا باغي نوفروا هذا المريض مين يجي ما يسيبش حاجه انا مانيش باغي انا نتحمل مسؤوليه وحدي. هذا المريض هذا عنده حق انا ماذا بيا يوفروا لي متكفل بي انا لا انا هذا ما نعرف هذا ما نعرف كاع الناس عندي سواسيه بصح انا ما توفرليش الدواء. انا الان في هذه الدقيقه انا ما عنديش دواء بعض الادويه الان عندي في العياده كون دخلك الان ما نوريلك باللي ديابيتيك ما سورينك باش ندير لها الانسولين تاعها ديابيتيك الان في هذه الدقيقه راني يعني نهضر معك باسمي كطبيب الاستعجالات يعني تجي تقول لي باللي انت انا موفر لك وكاع. يا جماعه هذه الازمه لازم لها ترد الاعتبار للناس تحترم الناس توفر لهم الامور. هذه الامور مطالب ماديه انا مش باغي نتكلم عليها لان هذه مطالب ماديه لانه حق مشروع نورمالمون كاع ما نتكلمش عليه. هل الخلصه ولي بريم ولي زافونسمون ولي زيشلون ولي بريم دو كار انا ما نتكلمش عليها هادو لان هذا عندك اداره عندك مصالح هما اللي يخدموا هذه الامور. انا اللي باغي نوفر يا جماعه هذه زمور راهي كبيره وراه عندنا عياده منداس عياده بني درقون يعني الناس تخدم بوان دو كارد يعني لما توفر لي بوان دو كارد ما عنديش امبيونس. يا جماعه هذه ارجونس هذه استعجالات هذه عندك ماتيرنيتي يا جماعه تخدم في منداس ما عندكش ماتيرنيتي امبيونس يعني المراه حامل وين 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 نديها انايا انا كطبيب وين نديها؟ انا لما تجيني ازمه كوفيد ما عنديش الاكسجين يا جماعه كاع الجزائر تعاني منها واه بصح انا يا اخي بذل معايا مجهود روح وقف معايا في الليل في الليل انا الاستعجالات لما نخدم انا وحدي انايا المريض كي ندير لها انايا ما نكذبش عليه انا مش باغي نكذب على الناس انا باغي توفر للناس امور زيد امور اخرى ثاني.
المشاكل هذه ماهيش وليدة اليوم، المشاكل هذه راهي متراكمه. يعني رانا درنا بيان ودرنا عليها رينيو معاهم ودرنا بي في سنينه، ولكن ما تحققت والو. يعني معناتها رانا نشوف امور تزيد تأزم. انا اللي من وقفت اليوم هنا منش نفيزي شخص ولا شخص، انا اللي باغي الامور تحسن. هذه امور يعني يعلمها العام والخاص. يعني مريض يجي ما يسيبش مثلا الراديو، ما يسيبش التعيارات، ما يسيبش الدواء في الاستعجالات، ما يسيبش امبيلونس اللي تديه الحمايه المدنيه، هما اللي يردونا في ازمه كوفيد ما نكذبش عليك. الحمايه المدنيه رايحين المديره، هذا مطلب اذا كان المديره مش باغيه تسمع لنا. انا هذا هو، اذا كان المديره راهي عندها نيه صديق في البيان، رانا كاتبين الا عندك نيه صديق للعمل يا اخي عيط للناس وقول لهم جمعنا هاش عندي ما دقتش، حاور الناس، احترم الناس. كفاهم قرار طبي ولا اطار عندك اللي قد تحترمه، اذا كان ما احترمش انا ماشي غير المديره، انا اي واحد ما يحترمناش. انا اصلا عندنا قانون يحكمنا، هذا وظيف عمومي، قانون يحكمنا اللي يسيرها هو اللي يحكمني انا. معناتها تحترم القوانين، توفر الامور هذه، رانا كي هي اي واحد، هي رايحه وانا رايح والجماعه اللي قبلنا راحوا. هذه الوقفه احتجاجيه باش نوصلوا المطالب تاعنا ونخلوا الناس السلطه تسمعنا ورانا نعانوا. في حاله ما انه ما كانش استجابه، راح نصعدوا الاحتجاج باش نوصلوا المطلب تاعنا ونخلوا الناس ونخلوا المسؤولين يسمعونا. احنا واش خصنا؟ احنا مالناش نقولوا خصنا مش عارف ديروا لنا مخيرين على الناس، عطونا ابسط الحقوق باش نقدروا نوفروا الناس ونوفروا للمرضى الحقوق تاعهم. وامه كي يلقاني مريض يقول لي بارك الله فيك، ماشي يجي يعايرني على حاجه خاطفني انا.